طالعين من قلب سوريا مدينة حلب محاصرة، ولازم نحن نصل لهون مشان نوصل للعالم كله رسالة إنه السوريين الأحرار اللي هن موجودين في الحج مثل ما عكس ما بقول الطاغية إنه هو المملكة العربية السعودية منعت الحج عن السوريين. ما رح نبقى هون، جايين نقدم مناسك الحج بإذن الله وراجعين، رح ندافع عن وطننا بإذن الله ونراجع ونحرره كله بإذن الله.